Nomor 047 akan membaca surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 176 dan seterusnya, halaman 339. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم
المكذبين وما الكاذبين صدق الله.